بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم سهل ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب، موضوع مهم مهم جدا جدا في هذا المقطع ولا في هذا الفيديو، الخطاب والكلام في هذا الفيديو للأمهات. الأمهات اللي راهم مكونين أسرة ومكونين عائلة وعندهم أبناء يقرأوا في المدارس، خاصة تلاميذ الابتدائي، على وجه الخصوص تلاميذ الابتدائي أو جميع التلاميذ. طيب، أول حاجة نبدأ بها وأول نقطة مهمة، أول نقطة مهمة هي الأستاذ ما يدير والو وحده في المدرسة. الأستاذ حاليا في الوقت اللي رانا فيه، وعلى حساب البرامج اللي راهي موجودة، وعلى حساب الكتب، وعلى حساب المخططات التربوية، الأستاذ وحده ما يدير والو. إذا اعتمدت الأسرة والأم على الأستاذ في المدرسة يضيع الطفل، ما يقدر يدير الأستاذ والو. الأستاذ عنده برنامج يمشي عليه، وعنده وقت، وعنده حصة يأديها ويخرج، وعنده مدة زمنية لازم يكمل البرنامج. كاين أمور ما يقدرش يعبس عندها ويضيع الوقت. لذلك لابد من التربية والتعليم في البيت، بل أقول، وهذا كلامي وأنا مسؤول عليه، أصل التعليم وأصل التربية يكون في البيت. البذرة الأولى والخطوط العريضة يديها التلميذ في البيت. إذا كانت الأم مهملة والأب مهمل وماش مبرونشين مع ولدهم، مستحيل ينجح عبر الدراسة اللي تكون في المدرسة وحدها. راني نهضر على دركا ماشي سابقا، السنوات الماضيه ولا الازمان العابره اللي فاتت او الازمان الغابره التي فاتت، ممكن كانوا التلاميذ يقراوا. انا مثلا على سبيل المثال كنت نقرا غير في المدرسه، في البيت نحفظ فقط، امي تحفظني فقط. بصح حاليا الان الام ما تحفظش فقط، الام لازم تسويفي، لازم تقريه، لازم تشوف واش مدرس عنده، واش عنده حشيه، واش عنده صباح، تقلب له دوزان وتشوف. لازم يقرأ في البيت، لازم الوالدين يسويفوا ويتبعوا أولادهم، واللي ما مش قادرين يسويفوا ويتبعوا أولادهم يديروا لهم الدعم، عم يديروا ليتشيت الدعم، راه كاين الدعم وليتشيت في جميع المواد. لذلك الكلمة التي نبدأ بها والنقطة الأولى، الأستاذ وحده ما يدير والو، لابد من التعاون بين الأستاذ والوالدين. الأم والأب يربوا أولادهم ويقروهم بالتعاون مع الأستاذ، بل أقول أنه الأكثرية تكون في البيت، الأكثرية تكون في البيت، والأستاذ في المدرسة يحط النقاط على الحروف، يوجه التلميذ، يعطيه الأشياء الأساسية والخطوط العريضة. إذا كانت الأم مهملة والأب مهمل، مستحيل الطفل ينجح في التعليم في الوقت الراهن اللي راه فيه، نظرا للكتب والمناهج الدراسية اللي راه فيها، راه فيها تعارض ومش موضوعة بدقة، وراي فيها أثقلت كاهل التلاميذ. لذلك بارك الله فيكم الأمهات، اسويفوا ولادكم، تابعوهم في البيت، شوفوهم واش داروا درس، واش ما داروش، واش كتبوا من الكتاب، واش ما كتبوش من الكتاب، باش ينجح التلميذ وتوفق. وكلمة أخرى أقولها وعلى مسؤوليتي، إذا شفتوا تلميذ متفوق وناجح ولامع، ليس الفضل الأستاذ كله، وليس الفضل للأبوين كله، بل ليدو في زوج، والفضل الكبير للأسرة. مع أني أنا أستاذ نتحمل هذا الكلام، إذا شفت تلميذ متفوق وناجح وفاق التلاميذ تبعه أقرانه وكان نابغ، الفضل الأكبر لله عز وجل أكيد، لكن بعد الله عز وجل للبيت، الأب والأم والبيت، بعد ذلك الأستاذ في القسم. لذلك بارك الله فيكم الأمهات، تابعوا أولادكم. النقطة الثانية اللي نوصي بها الأمهات، لابد من الانتباه للأبناء، انتباه للأبناء بارك الله فيكم، ما تكونوش مهملين. قلب المحفظة تاع ابنك،
قلبي المحفظة. كاين أمهات مثلا نتكلم على الابتدائي، الأمهات كاين بعض الأمهات والله ما هي مبرونشة مع وليدها كاع، تكتب له ورقة، ندير له ورقة في المحفظة باش يقراوها والديه، ديك الورقة تضرب 15 يوم 20 يوم ما يشوفوهاش. قول لي، قولوا لي يرحم والديكم ورمض الوالدين تاعو، وراه يماه وراه باباه. طيب باباه نقولوا راه يخدم ويدخل ويدخل متعب ماهوش لاهيلو، بصح الام وراه، خاصه اذا كانت الام قاعده في الدار. سيدتي الكريمه عيب عليك، والله غير ماشي عيب، انت قاعده في الدار ووليدك يجي صباح ويجي عشيه ما تقلبيلوش المحفظه وما تشوفيش واش فيها. نديروا لك ورقه باش واش ديروا له واش ما ديرولوش والو، ديك الورقه 20 يوم ما تشوفوهاش. امر اخر، تلميذ يقرا في الابتدائي يضرب 20 يوم ما عندوش قلم الرصاص، الام ما تقلب المحفظه والاب ما قلب المحفظه، وراكم على راكم هاملين الذراري هذو، علاه تزوجوا وديروا اسره ومن بعد تهملوا الذراري؟ والديكم رباكم هكا نتوما؟ سيدتي الكريمه انت هي الام، هل يماك ربتك هكا؟ حنا كنا بكري الام تقلب لك المحفظه صباح وعشيه، كيف الابن يجي للمدرسه وسنه اولى ولا تحضيري ولا ثانيه يضرب 20 يوم ما عندوش قلم الرصاص؟ وراني نتكلم عن يعني عارف شنو نتكلم، ليس المشكل مشكل ماله، قلم الرصاص يدير 1000 فرق 1500 2000 فرق، مش مشكل تاع دراهم، مشكل تاع اهمال. الاب راه برا يخدم نهار كامل ويجري ورا الدنيا ورا الصوالح ورا الدراهم، والام راهي لا هي مع التليفون ولا هي مع الجوارين ولا هي مع اختها ويماها، وذاك الطفل مخلينه هكاك يبعثوه للمدرسه لا اقلام ملونه لا مبره لا ممحى لا قلم الرصاص، ودير له ورقه في المحفظه والله ما يشوفوها. الكتاب خطره يجيبوه خطره ما يجيبوش، خطره يقول لي نسيته، خطره ينسى انتم شفتوا اب يجيب ابنه للمدرسه، يدخل الابن للمدرسه يدخل القسم يقعد وخلى له المحفظه في السياره وقلع وراح. ها هو هذا اهمال كبير هذا. ومن بعد تتكلموا وتعلقوا على الاساتذه وتقولوا الاستاذ ماهوش مليح والاستاذه لا، انتم راكم هاملين ولادكم، انتبهوا لولادكم بارك الله فيكم، تتزوجوا وتديروا اسره وتجيبوا ابناء، انتبه لوليدك سيدي الكريم. والكلام الاكبر للام، الامهات راكم هاولين ولادكم، قلبي المحفظه تاع ابنك صباح وعشيه، شوفي الا دار الكتاب راه في المحفظه، شوفي المقلمه، شوفي اللمجه تاعو. مثلا بيوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء في الابتدائي التلاميذ اللي يقراو الدوام الاول كامل يقراو من 8 ل 12 ونص، طويله بزاف، لابد له من لمجه، لمجه لازم له لمجه. ديري له حبه بنان، حبه مندارين، مندارين راه يدير 5000 للكيلو، زوج حبات مندارين، حبه كاطو، حبه معارك، شويه فطير، لازم له لمجه. قلبي ولا تروسي القلم راس السلاله من الحفاظ من الحفاظه، كتاب لا من الحفاظه، شوفي اش كتب وماش ما كتبش. تبعوا ولادكم بارك الله فيكم، الاستاذ ما يدير والو وما تهملوش ولادكم. امر اخر، الامهات كذلك سيدتي الكريمه، عيب عيب عيب، تبحث اذا كان عندك ابنك صغير يبول تحته عنده التبول لا ارادي، هذا ماشي عيب ومشي حرام ومشي رانا نعيبه، لا، الناس ذراري صغار كامل كيكونوا صغار يبولوا تحتهم في الفراش وعندهم تبول لا ارادي، لكن وغسلي له ومسحي له وبدلي له حوايجه وبحثيه للمدرسه نقي نظيف، مش يجي للمدرسه بحوايجه اللي يرقد فيهم وبال فيهم يجي بهم للمدرسه للقسم، روح للشيخ شم 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 البارفان، تدخل من الباب تاع القسم ريحه البول دير حاله في الكلاسه، شيء واحد جاب بحوايجه اللي بايل فيهم، حتى الاستاذ يبدا يدور بين الصفوف ويشمشم وراه ذا اللي راه داير الريحه، يشمشم وراه باش يعرفوا وراه اللي راه جاي بحوايجه باين فيهم. والله غير عيب عليك سيدتي الكريمه، عيب عليك. هو لا هو لا لوم عليه، هو راه صغير وراه يبول لا غالب امر الله هذا، لكن انت الام تاعو، هذه اللي نقولوا الكبده، هذه هي الكبده، تبحثي وليدك بريحه البول هكاك في حوايجه للمدرسه، ما احترمتي لا مدير لا شيخ لا والو، حنا بحار علينا ما تحترميناش معليش. وصح هو مسكين ملايكه صغير هكاك بالبول في حوايجه والجلد، الجلد يابسوربي يابسوربي الريحه ويابسوربي ذاك البول، دل هذيك تعود له كاع بالوباء عليه في الصحه تاعو. بارك الله فيكم الامهات، ما تضحكوش الناس عليكم، انا راني ننصح فيكم بارك الله فيكم. الام اسوي في وليدك. امر اخر، كاين دراري صغار يقراو في الابتدائي تحضيري ولا اولى ولا ثانيه يديروا ليكوش، يديروا ليكوش والامهات يبحثوهم للمدرسه بليكوش. عيب عليك سيدتي الكريمه، تبعثي وليدك للابتدائي بليكوش ولاكوش معمره اخرى، سمحوا لي للمشاهدين والناس اللي راح يتبعوا الفيديو، طفل في الابتدائي يجي للمدرسه بليكوش معمره اخرى على 8 تاع الصباح. ما فهمتش انا، ما فهمتش اللي دارتها له جديده،
السبعه وفي الطريق دارها فيها وهذا مستبعد. الامر اللي جاء في بالي لا هو رقد فيها في الليل هكاك، رقد بها في الليل ودار فيها في الليل وصباح ناظر وطار وبحثوا هكاك روح للمدرسه بلاكوش معمره معمره كاكا، خلي الشيخ يشم والمدير يشم والكلاس كومبلي يشم، عيب عليك والله لا عيب عليك سيدتي الكريمه، ماكمش لاهيين كاع بولادكم. وبعض الامهات والاسر يطوروا لسانهم ويهضروا ويتكلموا في الاستاذات ويتكلموا في الاستاذ ويتكلموا في المدارس، انت اللي غيغيب وليدك، نقي وليدك برك، ما قروه ما ربوه ما نديرو والو، نقي غير وليدك برك، نقي غير وليدك. تبع فيه بلاكوش معمره كاكا للمدرسه على 8 تاع الصباح، والله لا عيب. عيب عليكم، تبعثي وليدك بريحة البول بولاد وهكاك حوايجو فيهم ريحة البول، تبعثي للمدرسة هكاك، وهذا عيب، ماكيش أم، ليست لست أم صالحة للتربية. بارك الله فيكم، رانا نتكلموا للأمهات، انتبهوا لولادكم، اسووا في ولادكم، كل ما يعود للمدرسة، كل ما يرجع من المدرسة شوفي شا دار، شا ما دارش، تلاميذ راهم يجونا للمدارس، سروال أنا طلعت طفل على 8، كتبنا تاريخ اليوم. طلعت اطفال يقرا لي تاريخ اليوم، نسيب حوايجو خارجين من السوى الهابط، حوايجو خارجين ضربت عليه نسيبو داير لاكوش، وذيك لاكوش الريحه تضرب منا الاولاد عليه. اودي شتو هذا؟ وراكم الامهات هكا هكا تربوا الذراري؟ ما تقول وهذا الامور ما تتعلقش بالفقر، ماشي تقول لي الفقر وما لا لا، هذه امور بسيطه تتعلق بالنظافه، تتعلق بالشخصيه تاع المراه. إذا ما نظفتيش وليدك ونقيتيه ما تروحي ليش الحاجة واحدة أخرى، نحيلو حوايجو بالماء، ما كان لا ريحة لا صابون لا غير بالماء، بالماء تنظفيه وتلبسي له حوايج جدد معليش قدم، وتبعثي للمدرسة نقي ماش طيلو شعرو. كاين تلاميذ لا حول تلاميذ في الابتدائي يقراو في الابتدائي تحضيري ولا أولى ولا الثانية شعرو ما يمشطوش، يجي هكاك صباح ربي كيما ينوض مرقد كيما يجو ابعثوا للمدرسه بليكوش ليكوش يرقد بها في الليل، يبعثوا هكاك للمدرسه حوايج يرقد فيهم بال فيهم، روح هكاك للمدرسه لا قهوه لا حليب ما غسل وجهه ما مشطط له شعره ابعث. ومن بعد يبداو هاد الامهات هادو وكان تهضر معاها تسلك تجي تقول لك وتهضر في الاستاذ وتهضر في الاستاذه وتهضر في المدير وهي وليدها ما نقاتلوش، نقي غير وليدك سيدتي الكريمه، نقي وليدك وغسلي له وقلبي له المحفظه وشوفي اقلام ملونه وقلم الرصاص وشوفي كاش رساله راه يديرها لك الاستاذ في المحفظه بزاف عليك. هاكا راكي ام صالحه، ما نهضروش على امور واحده اخرى. لذلك بارك الله فيكم، لا كونكليزيون لا كونكليزيون، حاليا الوقت اللي رانا فيه الامهات راهم هاملين ولادهم. طيب ماشي الجامعه، كاين الامهات اللي ما شاء الله، كاين اللي امهات اللي قدوه قدوه، كاين امهات اللي وليدها وليدها عثمانية يصبح نقي وحوايجو والمئزر والمحفظة وماشط شعره. كاين واحد البنات البنات صغار تشوفهم تغير كيكينات اشعار ممشوط الريحة مستيكين الطابلية نقية الحذاء نقي ما شاء الله. كاين امهات اللي صح ام تاع دار تفتخر بها وتقابل بها، وكاين بعض الامهات اللي تقول سبحان الله هي دايرة هكاك، كي تشوف وليدها هكاك تعرفها باللي هي دايرة هكاك. لا ماشي هكا سيدتي الكريمة، ماشي هكا ماشي هكا، ما تخليش حتى الناس اني خير كي هذه الامهات راجلها كيف راه حاملها وكيف راه قاعد معاها، ومن بعد كي يتزوج عليها ولا يخدعها ولا تقول لك وعلاه، هذا يخدعك في الليل قبل النهار سيدتي الكريمة. إلى ذراري ما كاينش تنقيهم سي نورمال يشوف جهة واحدة أخرى، هذا هو الراجل إذا ما صابش راحته وما صابش صوالحهم ولادهم مستفين في جهة يشوف جهة واحدة أخرى. سيدي الكريم أنا نقول لك إذا عندك زوجة ماهيش تنقي لك ولادك وماهيش تلبسهم مليح وماهيش تمشط لهم أشعارهم وماهيش تقريهم وتقلب لهم المحفظة، غير تزوج عليها دير زوجة ثانية قبلت لك قبلت لك ما قبلت لكش آلي يقول لها تربحي وتجيب واحدة أخرى، هذه ما لي هذه ما تكونش ما تستاهلش ما تكون أم. ذلك بارك الله فيك سيدتي الكريمة، تلهوا بولادكم اهتموا بولادكم ما تهملوهمش ما تخلوش الناس يضحكوا عليكم. بارك الله فيكم، هذا هو الكلام في هذا الفيديو، اهتمام الامهات باولادهم. اللي عنده ملاحظه استفسار تعليق اي سؤال يخليه لي في التعليقات. بارك الله لي ولكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله.